كملينا صباحنا معكم مشاهدينا وانتقلنا لفقرة جدا حلوة. ومهرجان قوس قزح سوريا شكل عبر السنين حالة جمالية ومختلفة جدا بتجتمع فيها العديد من المكونات الثقافية السورية ضمن لوحات بتجسد مختلف المناطق والمحافظات السورية. وللحديث بشكل موسع أكثر اليوم عن هالمهرجان يلي رح ينطلق بنسخة جديدة يوم غد بمسرح دار الأسد للثقافة والفنون دار الأوبرا دمشق وأكيد برعاية وزارة الثقافة، بصرنا اليوم نرحب بالصحفي إدريس مراد مؤسس ومدير مهرجان قوس قزح سوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم المهرجان بنسخته الجديدة التاسعة، تمام، خلينا نوضح أكثر عنه، شو الجديد يلي عم تقدموه في اليوم؟ خلينا نبلش بالغاية من هذا المهرجان. حقيقة كما نعرف جميعا أنه على هذه الأرض مرت العديد الكثير من الحضارات وبقيت، خلينا نحكي نحكي بشكل آخر أنه بقيت الكثير من الحضارات، فمهرجان قوس قزح يمثل هذه الحضارات التي بقيت منذ آلاف السنين على أرض السورية. جمالية أو جمالية هذا المهرجان يكمن في العديد من الأشياء. أول شيء نحن أمام تاريخ خلال العرض التي نشاهده أمامنا سنويا، يعني أنا برأيي لأنه التاريخ مو هذا اللي كتبه الأقوياء. التاريخ عندما يعني لما بدك تعرف تاريخ أي شعب أي ملة من المفروض ترجع إلى موسيقاه وإلى أغانيه وإلى عاداته وتقاليده. عموما الفنون والعادات الاجتماعية هي التي ترسم التاريخ، فنحن في هذا المهرجان حقيقة نعرض تاريخ سوريا القديم، تاريخ سوريا اللي تعود إلى 5000 سنة، ناهيك عن الصورة الجمالية التي نراها أمامنا في هذا العرض أو في هذه الفعالية. يعني هذه الفرق وهذه يعني هذه الفرق وأيضا ما نراه أمامنا من الرقصات ومن الأزياء ومن الأكسسوارات اللي علاقة بالتراث، هذه الأشياء كلها تصنع لوحة فسيفسائية جميلة، لوحة حضارية جميلة. وتخيلي يعني لما بتشوفي أكثر من 100 راقص أو 100 فنان على الخشبة، كل واحد لابس زي، كل واحد حاطط أكسسوار شكل، فهذه الأشياء وهذا كيف بدي اقول لك، هاي اللوحه اللي حقيقه اللي غير موجوده بكل العالم بنشوفها في مهرجان قوس قزح سوريا. جديد، نحن دائما امام جديد في 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 هذا المهرجان. طالما هناك غنى ثقافي وايضا غنى حضاري في سوريا، وهذه الالوان التي تتواجد على ارض السوريه والتي هي غير موجودة على أي بقعة من تاريخ المعمورة حقيقة، يعني فطالما هذه الثقافة غنية وإلى يعني إذا بدنا نعمل العديد من الفعاليات، إذا بدنا نعمل سنويا 10 فعاليات من هذا القبيل، ما فينا نقدم كل تراث سوري. فكل سنة في رقصات جديدة، في أشخاص جدد، في أغاني جديدة، في أزياء جديدة، حتى ضمن عرض الواحد نحن بنشوف يعني اللي هو مهرجان عبارة عن يوم واحد تجتمع فيه كل الفرق في عملية تمازج ما بين الرقصات، رقصات الموجودة في البرنامج. ف يعني طالما هذه الحضارات عمرها آلاف السنين فهي فيها غنى ثقافي، و من 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 هذه الثقافات هي الرقص مثل ما عم نحكي. فاللوحات كثيره ورقصات كثيره، فكل سنه في لوحات راقصه جديده، و
طالما هناك يعني القليل من الفرق التي تقدم هذا التراث. فيعني اللي انا حابب يعني احد اهداف المهرجان ايضا انه نحن حابين يكون مثلا الفرقه السريانيه الاتيه من قامشلي هي الوحيده التي تقدم الرقصات الشعبيه السريانيه في سوريا. ليش ما بيكون في عندنا عده فرق؟ يعني يكون عندنا خيارات اكثر واكثر الناس تهتم بهذا التراث السوري العريق. وايضا فرقه اشتي للتراث الكردي نحن ما عندنا غيرها عمليا التي تعمل تحت رعايه وزاره الثقافه. ليش ما بيكون في عده فرق؟ يعني المقصد انه الغايه من هذا المهرجان هو الحفاظ على هذا التراث، وايضا يعني تحفيز اشخاص فنانين ان يشتغلوا بهذا الاتجاه. فمن المهم جدا انه يكون نحن عندنا اشخاص كثيرين وفنانين كثر انه يقدموا هذا الفن. فهذا غايه المهرجان. يعني لولا مهرجان قوس قزح سوريا اللي هي تمتد من 10 سنوات، نحن هلا بدورته التاسعه، ما كنا لقينا حتى هذه الفرق. فمن الضروري جدا اهتمام بهذا المجال، من الضروري جدا انه نشتغل بهذا الاتجاه انه يكون في اشخاص عم يقدموا هذا التراث بشكله اللائق وبشكل جميل. طيب استاذ، ذكرت انه المهرجان هو ليوم واحد بس. نعم. ليش؟ بما انه نحن اليوم مثلا بدنا نحافظ على هذا التراث وعلى هي الرساله ونضل عم نأديها، ممكن صار في صعوبات يمكن انه ممكن جدا. سابقا كانت عباره عن 4-5 حفلات، كان كل يوم في عرض لفرقه وبعدين اجتمعوا كلهم بدار الاوبرا على المسرح الكبير. نحن ارتئينا انه طالما هنا لوحات ممكن يعني راح يكون له جماليه اكثر، راح يكون له تشويق اكثر، وراح يكون له جمهور اكثر. حقيقه لما بدنا نقدم كل الفرق ضمن فعاليه واحده ولكل فرقه حوالي 3 لوحات راقصه، فنحن شفناها كافي. بقيه الايام ارتأت وزاره الثقافه انها توزعها على المحافظات، مثلا بدل ما نقدم ال5 حفلات بدمشق ممكن نقدم حفله للفرقه الارمنيه بحلب والفرقه الكرديه بطرطوس وللفرق البقيه للفرقه الارمنيه ايضا هنا وهناك. يعني ارتئينا انه نشتغل هيك افضل. فعلا كان النتيجه افضل حقيقه، انه يوم واحد انه يعني بتشوف اشياء اجمل بكثير. يعني اللي بيحضر اول يوم فرقه اكيد ثاني يوم ما راح يحضر، ف كانت افضل، هاي الخطه كانت افضل. تمام. طيب كان اليوم في صعوبات او تحديات عم تواجهكم خلال تحضيراتكم استاذ للمهرجان؟ هلا اكيد في دائما في صعوبات بكل الاشياء، في يعني بحياتنا العامه عموما في هذه الصعوبات اللي عم نعانيها يعني بايامنا، بنعانيها ايضا باي فعاليه او باي فعاليه ثقافيه او اجتماعيه حتى. يعني جمع هذه الفرق هي شيء متعب. أنا بالنسبة لي كمؤسس ومدير هذا المهرجان عم بحضر بروفات الفرق كلها. يعني ذهبت إلى حلب حضرت بروفة الفرق الأرمنية، وذهبت إلى قامشلي لأحضر البروفات السريانية، وأيضا هون عم بحضر اللي عم يقدم التراث العربي وأيضا التراث الكردي. هذه الفرق كلها عم بحضر لها بروفاتها، بحط إنه في بعض الجمل. يعني مثلا الفرقة آمال عم تقدم بعض الأغاني التراثية وتقدم بعض الجمل اللي لها علاقة بالرقص المودرن، فأنا رفضت رفض قاطع أنه بدي جمل تراثية سواء تنتمي إلى درعا أو إلى الساحل، أو بدي جمل راقصة لها علاقة بالتراث بشكلها الدقيق. فدائما أنا فهذا فيها صعوبة أنك دور كل المحافظات وكل الفرق، وايضا يعني الامور يعني الطرقات والمصاريف حقيقه يعني بدها اكثر من وزاره تشتغل على هذه المساله. يعني هذا التراث السوري بده كثير من الجهد وكثير من المال وكثير من التعب حقيقه حتى نقدر نحافظ عليه ونقدمه بشكل لائق.
سؤال أخير لحضرتك، يعني اليوم قوس قزح سوري، أنا لما بدي أروح أشوف شو هي الحالة العامة يلي عم يجسدها من خلال ممكن كمان يكون عم يحكي عن الأهمية التوثيقية للتراث اللامادي، كمان خلينا نوضح بس هاي الفكرة. يعني أنا ما كتير حابب أحكي أنه بهذا الطريقة أنه هو عمل وطني كبير وما هذا من هذا القبيل، يعني المادة هي اللي عم تقدم حالها طالما هي العلاقة بتاريخ هذا البلد فأكيد هو له أهمية كبيرة. طالما الحرب اللي شنت على سوريا كانت هدفها الأساسي الدمار ما يسمى بتراث اللامادي السوري وحتى التراث المادي، وأيضا تشتيت ما الأطياف السورية والألوان السورية. فهذا المهرجان هو دليل على وحدة هذه الأرض ووحدة هذا الشعب. يعني عندما انتم ما بتتخيلوا لما 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 بيكون بهاي الفعاليه بالكواليس في 100 راقص كل واحد عم يحكي لغه ومن نفس الوقت على الصاله بين الجمهور هناك 1000 شخص عم يحضر هاي الفعاليه كل 10 بيحكوا لغه. فهذا التمازج ما بين اللغات التي تعيش على هذه الارض، هذا التمازج وهذا يعني الكل بيشجع كل الكل بيصفق للكل، فهذا دليل انه نحن شعب واحد أكيد. وارض واحده. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير استحفي ادريس مراد، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق بتحضيراتكم لبكره والى المزيد من النجاح. اهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. رساله شكر يعني صغيره لدار الاوبرا، لوزاره الثقافه، لمديرة المسارح اللي عم تساعدني ببعض الامور الثانيه اللي علاقه بالتراث. ارجو كل من يجد نفسه يحب هذا التراث العظيم أن يدعم قليلا أو يدعمنا قليلا لنستطيع الاستمرار ونستطيع الحفاظ على هذا التراث بشكل جيد. أكيد. أهلا وسهلا فيك. بالختام أستاذ أهلا وسهلا.